اجريسيف جدا عم يكونوا. فاست بريك علي منصور بمرر عبد النور كابتن فريق الرياضة بيروت بيسجل. ستيلي ما بتنجح المحاولة الثلاثية، كريم زينور بيعمل الريباوند الدفاعي. فاست بريك علي منصور بيسجل. علي منصور قد ايه ذكي كانت، بلش واحد زون بريس ما يرجع زون لورا. علي منصور بياخذ التسديد وبيسجل المنصور نقطة الرابعة بالجيم. أمير سعود، أمير سعود بمرر لعلي منصور. لا يا علي يا منصور قد ايه بتشوف فرجة علامة النضور. قال لهم أنا بقشع 10.6 بينما دينامو بالمركز الخامس بثمان ستيلز بالجيم الواحد. علي منصور يلي مرر مع نهاية الكوارتر الثاني. كثير من عم يضرب ما تركوا تحت السلة بسهولة عم يسجل مارك خوري. زون 2 3 ممكن يستفيد كثير امير سعود. علي منصور بياخذ التسديده من المسافه المتوسطه، الكل عم يسجل، الكل حاضر. كريم زينور بينقلها للجهه الثانيه عند علي منصور، بعد عنده ثاني بياخذ تسديده بسجل. علي منصور من نقطتين، مش معقول 11 نقطه لعلي منصور.